يعني ما زالت الوساطات في اتصالات مستمرة مع قيادة المقاومة، ونحن بانتظار يعني أي معلومات، لكن في ذات الوقت نحن نتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، ولا نأمن طرف هذا العدو الذي يعني دائما في كل معركة يلجأ إلى الغدر. والمقاومة الفلسطينية ستستمر طالما هناك اعتداءات على شعبنا، طالما استمر هذا العدوان، طالما استمرت هذه الاعتداءات وهذا القصف الذي يستهدف أهلنا وشعبنا، ستستمر المقاومة بردها على هذا العدو. بالتأكيد المقاومة وجهت ضربات قاسمة لهذا العدو، واستهدفت مواقع وأماكن لم يكن بحسبانه أن تصلها ضربات المقاومة. المقاومة لديها تكتيكاتها ولديها استراتيجيتها التي تديرها غرفة العمليات المشتركة بكل قدرة عالية وبكل حنكة عسكرية، واستطاعت المقاومة أن تخلق توازن جديد في قواعد الاشتباك وأن تتحكم في هذه القواعد. هذا من زاوية، من زاوية استطاعت المقاومة أن تفرض معادلة جديدة، معادلة ردع جديدة من خلال الضربات التي وجهتها لعمق هذا الكيان الصهيوني.